تجهيز الحفر للتفجير الآن. أوب لا إله إلا الله. شل كل شيء ما شاء الله، شل كل حاجة. يا ساتر يا ساتر. العمل كومبريشنات للأمانة، غير ما في والله. إني هز الجبل كله. هذا ولا بلاش؟ إيه والله كامل، والله ما خلى بريء. الله 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 كله 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 والله ما شاء الله تبارك الله. هذا الإنجاز السريع ولا بلاش؟ والله ما خلى بريال. إلى داخل إلى داخل إلى رأس الجبل، حال حالة واحدة. ساعة الآن ما بنتحمل. إيه مصور جاهز ما شاء الله تبارك الله. اليوم طبعا 4/2/24 بعد 2000. اليوم يوم الأحد والإنجاز كبير والتفجير عظيم، شلى كل شيء أمامي. حتى اللي فوق مطرق لكوها. الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. قوة والله. أنا العمل كبير. صلى 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 بالله. الإنجاز عظيم والعمل كبير والتفجيرة أكبر، ونتمنى توفير الأسمدة لنجاح المشروع ونجاح التفجيرات. إذا توفر السماد فالعمل جاري بوتيرة عالية. هذا كله برا، هذا كله مقبقب ويرحل. صور يا جحانة صور. إي والله حلل. إي ما بحق. تفجير كبير، تفجير عظيم. مخلفات كثير وكبير ما شاء الله. هذا المتابع والمهندس عبد الرحيم وبجواره طارق برضو بارك الله له وبارك الله في الجميع. نتمنى توفير السماد لإكمال العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما شاهدتم وكما رأيتم التفجيرات قوية جدا ومخلفات كثير والإنجاز عظيم ما شاء الله تبارك الله. ومن هنا